بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اليوم نأتي بالأدب وبعد النحو، بعد أن أكملنا حصة النحو. وقد جئنا بالأدب بالأمس مع الصرف خطأ، يعني لأن خطأ جئنا به خطأ بعد الصرف. وبالأمس دخلنا في العصر الجاهلي وبدأنا بالفصل الأول، وكان الدرس عبارة عن نشأة اللغة العربية في العربي يعني. أما اليوم فسنأتي بنتابة قليلة تتعلق بالفصل الثاني وهو النثر، وندخل من إشكالية الشعر والنثر. فالشعر والنثر يعني فني الأدب، فالأدب فنين. فإذا قيل لك ما هما فني الأدب فقل الشعر والنثر. الأدباء تعرضوا لإشكالية السبق بين الشعر والنثر، أو بعبارة أخرى، هل النثر أسبق من الشعر أم الشعر أسبق من النثر؟ ونحن نضع هذا السؤال لنجيبه بناء على ما رسمته أقلام المؤرخين واللغويين والأدباء عبر التاريخ. فالنثر أسبق أنواع الكلام، أسبق أنواع الكلام. بعبارة أخرى، أن العربي الأول بدأ يعبر عن شعوره ومشاعره وعواطفه وعن أغراضه وحاجياته بالنثر، لم يبدأ بالشعر مباشرة، إنما كان الشعر مرحلة أخرى بعد النثر. نعم، النثر أسبق أنواع الكلام في الوجود، وذلك لعدة أسباب، وهذه الأسباب يدعمها المنطق والعقل يقبلها. من هذه الأسباب قرب تناول النثر، فالنثر قريب المأخذ، تناوله بسيط على كل أحد، بينما الشعر يحتاج لتفكير، ويحتاج لروية، ويحتاج لتقديم وتأخير، ويحتاج لمزيد يعني من المقارنة، وهذا لا يحتاجه النثر. فالنثر يعني قريب تناوله من اللسان، وأيضا لعدم تقيد النثر بقافية. ألا ترى أننا في الشعر وفي نمط القصائد القديمة لا بد أن نلتزم في القصيدة بحرف واحد، فإما أنها تنتهي بميم كلها كقصيدة زهير بن أبي سلمى المزني التي يقول فيها: أمن أمي أوفاد من لم تكلمي بحمانة الدراج المتثلم، ودار لها بالرغبتين كأنها مرابع وشم، في نواشر معصم بها العين والآرام يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهض من كل مجثم، كلها ميمية. قصيدة امرؤ القيس بن حجر الكندي التي يقول فيها: قفان بكم ذكرى حبيب، ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول، فحوملي فتوضح في المقراة لم يعفر اسمها، لما نسجتا من جنوب وشمالي، ترابع على الآرام في عرصاتها وخيعانها كأنه حب في الهدوء. فارتزام الشاعر بحرف واحد هو قيد بالنسبة له، قيد لحريته. والنثر لا يحتاج إلى قيد، لأن صاحبه حر طليق، لا يهمه متى تنتهي كلماته بحرف معين. وأيضا لضرورة استعمال النثر، فالنثر فالأغراض التي يستعمل لها الشعر قليلة إذا قورنت بالأغراض التي يستعمل لها النثر. فالنثر نحتاجه لنعبر عن كل ما يعني كل ما نريده في الحياة. نحن في الشرب نحتاج لنعبر، وفي الأكل نحتاج لنعبر، وفي يعني الخروج والدخول نحتاج لنعبر. فهذه الضرورات وهذا التعبير الضروري الذي نحتاجه، لو ربطناه بالشعر لكان ثمة مشقة. فلذلك هذه كلها الأسباب تدعم القول بأن النثر كان أسبق أنواع الكلام. والنثر أيضا نوعان، النثر نوعان، نوع يسمى النثر المسجوع، ونوع يسمى النثر المرسل. ممكن نقول مسجوع، وممكن نقول مسجع، والآخر يسمى النثر المرسل. فما هو إذن النثر المسجوع أو المسجع؟
النثر المسيوع هو النثر الذي يرتسم فيه صاحبه قافية بين كل فقرتين، أي كل كلمتين يرتسم نفس القافية. مثلا كقولي الإيادي الجاهدي في قصيدته أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت. شوف التزم هذه الفقرات، التزم التاء في آخرها، من عاش مات انتهى بالتاء، ومن مات فات انتهى بالتاء، وكل ما هو آت آت انتهى بالتاء، والتزم في هذه الفقرات حرفا واحدا. هذا النوع ليس شعرا ولكنه يسمى سجعا. والنوع الثاني من النثر نوع المرسل، ونوع المرسل هو الذي لا يرتزم فيه الشاعر قافية واحدة، لا بل لا يهمه بأي حرف ستنتهي كلماته، يعني هو حر يرسل الكلمات إرسالا. وقد كان العرب ينطقون به معربا، يعني ينطقون بالنثر يعني المرسل خاصة معربا، ومعنى ذلك أنهم يحركون الحرف الأخير حتى يقفون على حركة الإعراب ولا يسكنوه، وذلك لقوة السرقة فيهم ولعامل الوراثة، وراثة الطبع وفصاحة التي ورثوها عن آبائهم، ويدعمهم في ذلك قلة اختلاطهم بالأعاجم. ففصاحة العروب العرب القديم القدماء فصاحة العرب القدماء جاءت من عدة عوامل، ولكن من بين العوامل التي نالوا بها الفصاحة أنهم ما كانوا يختلطون بغيرهم، وإنما كانوا في جزيرتهم الصحراوية التي تحيطها سلاسل من الجبال تجعلهم مغلقين على أنفسهم، لا تسمح لهم غالبا بالخروج إلى غيرهم، ولا تسمح لغيرهم بالاختلاط معهم. اللهم فكانت يعني كانت كانوا موحدين متوحدين. اللهم إلا اختلافات طبيعية من نحو الترقيق، هؤلاء يرققون وهؤلاء يفخمون وهؤلاء يبدلون وهؤلاء لا يبدلون وهؤلاء يميلون وهؤلاء لا يميلون، فهذا شيء آخر. وإلى هذا أشرنا بالأمس بتلك الاختلافات البسيطة التي كانت تتمثل في مثل هذا وفي مثل ما قلناه كالعجعجة عند قضاعة، وهي قلب الياء جيما بعد العين وبعد الياء مشددة، مثل أن يقولوا في راعي راعش، ومثل طمطمانية عند حمير، وهي جعل أم بدل أل في التعريف فيقولون في البري أم بري، وفي الصيام أم صيام، وفي فحفحة هذيل، وهي عبارة عن جعل الحاء عينا، في مثل أحل إليه فيقولون أعل إليه، وفي مثل عنعنة تميم، وهي عبارة عن إبدال العين في الهمزة إذا وقعت في أول الكلمة فيقولون في، يعني يبدلون العين بالهمزة إذا وقعت في أول الكلمة فيقولون في، أو يبدلون أحيانا الهمزة عينا فيقولون في أمان عمان، وفي مثل الكشكشة كشكشة عند أسد عند بني أسد، وهي عبارة عن جعل الكاف شينا فيقولون إذا قلنا عليك يقولون عليش، وفي مثل قطعة طي وهي عبارة عن حذف آخر الكلمة، مثل قولهم في يا أبا الحسن يا أبا الحساء. فهذه اختلافات يسيرة لا تبنى عليها قاعدة، هذه خلافات هي سيرة لا تبنى عليها غالبا قاعدة، ولم يعن الرواة من منذورهم على كثرته إلا بما عرق بالذهن. فالذي وصل إلى العربي من العصور القديمة أغلبه الشعران، وما وصل إليه من النثر قليل، لكن لا يظن لا ينبغي أن يظن أن سبب عدم وصول النثر عن الجاهليين أن سبب ذلك أن الجاهليون ما كانوا يقولون النثر، فالنثر أكثر من الشعر، ولكن الرواة لم يهتموا بالنثر، وما وصل إلينا من النثر عنهم هو ما علق بأذهانهم لنفاسته وبلاغته
ولإيجازه واختصاره كالأمثال والحكم والوصايا والخطب والوصف والوصف والأقاصص. فالنثر الجاهلي الذي وصل إلينا كله إما أمثال وإما حكم وإما وصايا وإما خطب وإما وصف وإما أقاصص، وهذه هي أنواع النثر في الأدب الجاهلي. فالمثل، فما هو المثل؟ المثل دائما عبارة عن جملة مقتطعة من القول أو مرسلة بذاتها تنقال عما وردت فيه إلى ما يشابه بدون تغيير. مثل عبارة عن قطعة من القول، وأحيانا تكون مرسلة، يعني مرسلة بذاتها هي تنقل عن من قالها إلى من يشابه بدون تغيير، تبقى بنفس الصيغة. وهذا النوع خاص بالعربي، هذا النوع لا يوجد إلا عند العرب لانتزاعه من حياتهم الاجتماعية وحوادثهم الفردية. فالحياة الاجتماعية والحوادث الفردية عند العرب تتطلبه، كقولهم مثلا وافق الشن طبقة، يقولون وافق الشن طبقة، هذا مثل. ويقولون لأمر ما جدع قصير أنفه، وهذا أيضا مثل. ويقولون يداك أوكتا وفوك نفخ، وهذا أيضا مثل. وقد تعاقب العلماء عبر الزمان على جمع الأمثال وشرحها، وأشهر من شرحها وجمعها هو الميداني رحمه الله المتوفى 518 هجرية، فقد جمع كتابه المشهور والذي سماه مجمع الأمثال، جمعه من نحو 50 كتابا، وكاد يستوعب فيه المأثور من القديم والمشهور والمشهور من الحديث، ورتبه على حروف المعجم. هذا هو المثل. والمثل هو يعني قسم من أقسام النثر الجاهلي. النوع الثاني من أقسام النثر الجاهلي الحكمة. فما هي أيضا الحكمة؟ الحكمة هي عبارة عن قول رائع موافق للحق سالم من الكلام الحشوي، أو بعبارة أخرى سالم من الكلام، يعني الذي من الكلام الطويل الذي لا فائدة فيه. الحكمة عبارة عن قول رائع موافق للحق السالم من الكلام الزائد. والحكمة دائما تأتي ثمرة الحنكة والخبرة ونتيجة التجربة، بل هي خلاصة التجربة وخلاصة الخبرة. الحكمة هي ثمرة تأتي نتيجة للخبرة والتجربة، كقولهم الخطأ زاد العجول، أي أن العجول دائما ملازمه الخطأ. وقولهم مثلا من سلك الجدد أمن العثارة، وقولهم عي صامت خير من عي ناطق، عي صامت خير من عي ناطق. نعم، إذن الحكمة أيضا هي النوع الثاني من أنواع النثر الجاهلي. ما هو النوع الثالث من أنواع النثر الجاهلي؟ النوع الثالث من أنواع النثر الجاهلي هو الخطبة والوصية. ما هي الخطبة والوصية؟ الخطبة والوصية كلتاهما يراد بها الترغيب فيما ينفع والترهيب عن ما يضر. الخطبة والوصية عند العرب في الجاهلية كلتاهما يراد بها الترغيب فيما ينفع والترهيب عن ما يضر. لكن ما هو الفرق بين الخطبة والوصية؟ الخطبة تكون على ملأ من الناس، تكون على ملأ من الناس، الخطيب يخطب أمام جمع من الناس في المجامع، الأماكن التي تجتمع فيها الناس، وفي المواسم أيضا. أما الوصية فتكون لقوم معينين في زمن معين. الوصية تكون ليس من فرق كبير بين الخطبة والوصية، إلا أن الخطبة تكون على ملأ من الناس في المجامع والمواسم، والوصية تكون لقوم معينين في زمن معين، كوصية الرجل لأهله عند الموت. نعم،
إذن الأمثال والحكم والوصايا والخطب والوصف والأقاصيص هذه هي أشهر أنواع النثر الجاهلي. ويتميز النثر الجاهلي بعدة عوامل، يتميز النثر الجاهلي بعدة عوامل، فما هي؟ أنه دائما يجاري الطبع، يعني الجاهلية العرب يتحدثون بما يوافق طبعهم، يجاري الطبع، لا يتكلفون، ليس في النثر الجاهلي يتكلفون ولا ينتظرون حتى يأتون بزخرف القول، ولا يغالون فيما يقولون، بل العربي دائما عندما يتكلم بعربيته يسير مع أخلاق البداوة والبيئة، ويعبر بسجيته وبطبعه دون أن يحاول تنميق أو تزيين كلامه، فهذه ميزة للنثر الجاهلي. ولذلك جاء النثر الجاهلي في ثوب قوي، فكان لفظه قوي وتركيبه متين، وكانت جمله قصيرة، وكان أسلوبه موجز، وكانت إشارته قريبة من القلوب، وكانت الاستعارات فيه قليلة، وكانت الفكرة فيه سطحية، وربما كانت الحكمة فيه والأمثال تأتي يعني عشوائيا، تأتي فيه الحكم والأمثال من غير مناسبة قوية ولا صلة متنية ولا صلة متينة. والسبب في ذلك هو أن العربي يجاري فيه طبعه وأخلاقه البدوية والبيئة، ولا ينتظر الشكر فيه ولا يجمله لأحد. الخطابة كانت كالشعر نوعا ما، الخطابة الجاهلية كانت نوعا ما كالشعر، لأن لحمتها الخيال وسداها البلاغة، كان الخطيب يحرص على الخيال والبلاغة لأنه يريد أن يؤثر في الآخرين. وكانت الخطابة مظهر من مظاهر الحرية والفروسية، في الجاهلية كانت الخطابة مظهر فخر من مظاهر الحرية والفروسية. نعم، وكانت الوسيلة الأولى للتأثير في قلوب الآخرين وللإقناع، إقناع الآخرين بالفكرة. نعم، والخطابة كانت تحتاج إلى ذلاقة اللسان، تحتاج إلى درجة كبيرة من فصاحة اللسان ونصاعة البيان، يكون الخطيب فصيح واضح الفكرة وجمال اللهجة وأناقتها وطلاقة البديهة. والعرب كانت نفوسهم حساسة جدا، بمعنى أنهم يشعرون بالجمال بسرعة ويشعرون بالقبح أيضا بسرعة، نفوسهم كانت حساسة، وكان الإباء من سجيتهم، وكانوا أصحاب ضيرة وكانوا أصحاب نجدة، يضيرون لأتفه الأسباب، وعرفوا بالنجدة وحماية الجار، فكان لهم فيها قدم السابقة والقدح المعلى، وقد دعاهم إليها ما دعا الأمم البدوية من الفخر بحسبها. لعل الذي جعل نفوس العرب نفوس العرب حساسة وأثار فيهم الإباء والغيرة والنجدة، لعل كل ذلك دعاهم إليه ما دعا الأمم البدوية من الفخر بالأحساب والأسساب. فالبداوة دائما تتكئ على الأحساب والأنساب، والبلداة يهتمون بالحسب والنسب دائما.
ويتمسكون بشرفهم ويذودون عنه بما أوتوا من قوة، ويهتمون بإصلاح ذات البين بين الحيين. وكانت قضية إصلاح ذات البين تتطلب خطيبا فصيحا، والسفارة بين رؤساء القبائل تتطلب خطيبا فصيحا، والسفارة بين الملوك وعمالهم كانت تتطلب فصيحا من الخطباء. ولذلك كانوا يدربون فتيانهم على الخطابة منذ الصغر، كان العرب يهتمون بتدريب الفتيان على الخطابة منذ حداثة السن، ويحرصون على أن يكون لكل قبيلة خطيب يشد أزرها وشاعر يرفع ذكرها. كل قبيلة جاهلية كانت تهتم بأن يكون لها خطيب يشد أزرها وشاعر، ويكون لها شاعر يرفع ذكرها. وربما اجتمعت صفتان في واحد، ده أحيانا يوجد شخص واحد خطيب وفي ذات الوقت شاعر. ولكن ما هو أسلوب الخطابة؟ ما هو الأسلوب الأحسن في الخطابة؟ أما أسلوب الخطابة فكان رائع اللفظ، خلاب العبارة، واضح المنهج، قصير السجع، كثير الأمثال. الخطيب يأتي بالأمثال الكثيرة وبالسجع القصير. وكان العرب أميل إلى الخطبة القصيرة لتكون أعلق بالصدور وأذيع، لا يحبون الخطبة الطويلة. كانت قلوبهم ونفوسهم تحب الخطيب الذي يجمع الكلام الكثير في عبارات قصيرة. كان من عادة العرب أنهم في الخطابة يقفون على مرتفع من الأرض. إذا أراد العربي أن يخطب دائما يقف على مرتفع من الأرض، يقف على مكان مرتفع، أو يعني يقوم على ظهر دابته ويرفع اليد ويضعها، دائما يرفع يده ويضعها عندما يريد أن يعبر. وكان دائما العربي في الخطبة يستعين على توصيل العبارة بالإشارة باليد، يشير باليد إشارة تفهم المعنى الذي تريد العبارة أن تؤديه، أو يريد أن يؤديه بالعبارة. وكان دائما يضع العربي إحدى يديه على خاصرته أثناء الخطبة، وكان العربي دائما يعتمد على رمح أو على عصا. وكانوا دائما يحبون من الخطيب أن يكون حسن الإشارة، يعني يشير إشارة طبق ما يقول بالعبارة. وكانوا يريدون الخطيب أن يكون جهوري الصوت، إذا تكلم يسمعه الناس من بعيد، وأن يكون سليم النطق بعيدا عن اللحن والخطأ، لأن الخطأ في التعبير عند العرب شنيعة لا تظفر. ويطلبون الخطيب في الخطيب أن يكون ثبت الجنان، أن يكون ثابت العقل. ومن هم إذن خطباء العرب الذين وصلت إلينا يعني نتافات من خطبهم، أو وصلت إلينا على الأقل بعض أسمائهم في الجاهلية؟ كثيرون من العرب كانوا خطباء، ولكن أشهر خطبائهم في العصر الجاهلي هو قيس بن ساعدة الإيادي. أشهر خطباء العرب في الجاهلية هو قيس بن ساعدة الإيادي، وقد ذكرنا في مثالنا للسجع قبل قليل شيئا من إحدى خطبه التي يقول فيها: أيها الناس، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، وكل ما هو آت آت. ثم يقول: ليل داجن، ثم يقول: ليل داجن ونهار ساجن، والسماء ذات أبراج. ثم يقول: ليل داجن ونهار ساجن، والسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وجبال مرسات، وأرض مدحات، وأنهار مجرات. ثم يقول: إن في السماء لخبر، وإن في الأرض لعبر. ثم يقول: ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون،
ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرضوا فأقاموا، أم تركوا فناموا؟ إلى أن يقول: يا معشر إياد وإياد قبيلة هود، أين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ ثم يقول: ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول منكم آجالا؟ ثم يقول: طحنهم الدهر بكلكله ومزقهم بتطاوله. ثم يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاضر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقي نظادر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. إذن هذه كانت خطبة لقس بن ساعدة الإيادي، وكان قس بن ساعدة الإيادي من أشهر خطباء العرب الجاهليين، ولكن ليس وحده، فكان من أشهر خطباء العرب أيضا عمرو بن كلثوم التغلبي. وعمرو بن كلثوم التغلبي له معلقة من المعلقات السبعي في الشعر الجاهلي، وهو الذي قتل عمرو بن هند بن المنذر بن ماء السماء، فلقد قالوا أو قالت رواية للأدباء أن خاله المهرهر ابن ربيعة، وأن عمرو بن هند ابن المنذر بن ماء السماء يعني لما كان فخورا، وكان أن قال لبعض جلسائه: هل تعلمون في العربي من تأنف أمه عن أن تخدم أمي؟ فقالوا له: نعم، ليلى العامرية أخت المهرهل ابن ربيعة. فقال: ستتحدث الركبان عن أنها خدمت أمي ليلى. فدعا عمرو بن هند، فأرسل عمرو بن هند رسالة إلى عمرو بن كلثوم التغلبي يريده أن يأتيه ومعه أمه، وكانت نيته مبيتة أن يخدم أم عمرو بن كلثوم لأمه. فلما وصلا دخلت أم عمرو بن كلثوم على والدة عمرو بن هند، فقالت والدة عمرو بن هند لوالدة عمرو بن كلثوم مما قالت لها: ناوليني السكينة. فقالت والدة عمرو بن كلثوم وهي الضيفة القادمة لتقوم صاحبة الحاجة إلى حاجتها، فقالت لها ليلى والدة عمرو بن هند: يا لك من عجوز وقحة. فقالت ليلى والدة عمرو بن كلثوم: وعمراه، وهي كلمة فيها ما فيها من طلب النجدة. فسمعها عمرو بن كلثوم وكان مع عمرو بن هند جالسا، فرفع بصره فرأى سيفا معلقا فأمسكه وقطع رقبة الملك عمرو بن هند، وخرج وأنشأ قصيدته التي يقول فيها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، إلى أن يقول فيها: أبا هند فلا تعدل علينا، وانظرنا نخبرك اليقينا، وانظرنا نخبرك اليقينا بأننا نورد الرايات حمرا بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا ونصدرهن حمرا قد روينا، نعم، ونصدرهن حمرا قد روينا. إلى أن يقول في آخرها: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. فهي قصيدة افتخرت بها تغلب كثيرا، فكان قائلها عمرو بن كلثوم التغلبي. وعمرو بن كلثوم التغلبي هذا كان أيضا خطيبا مفوها، إذن هو من العرب الذين كانت اجتمعت فيهم صفة الخطابة والشعر، وكان من خطباء العرب أيضا في الجاهلية أكثر من صيف التميمي والحارث بن عباد البكري وقيس بن زهير العبسي وعمرو بن معدي كريبة الزبيدي. وحسبنا أن في المستقبل في الأيام القادمة حسبنا أن نقف عند بعض هؤلاء الأعلام وقوفا يبين
تعريفا على الأقل عن بعضهم. وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ننهي حصتنا عند هذا الحد اليوم. لا زالت الشبكة ضعيفة جدا، لا تسمح لنا بالدرس المتواصل مباشرة دائما.